السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم قصيرة جدا، بس مجرد هي تعريفية ضمن سلسلة البلاي ليست الخاص بسوات. أثناء اسمها الورم ماب بريود، فترة الإحماء أو فترة التسخين. شنو يقصد بيها دكتورة البرنامج؟ أنت بعد ما تكمل كل الديتا الخاصة بيك والها توصل إلى مرحلة آخر شي الران، من تقول له ران سوات، هاي أول فقرة، راح يطلب من عندك بداية السنوات منين تريد إلى يعني كذا سنة. خلي ببالك برنامج سوات يريد فترة إحماء، يعني فترة الإحماء مالته الورد ما بريود 3 سنوات. يعني مثلا إذا أنت دخلت للوذر ديتا مثلا من 1985 أو من 1990، الريزلت راح ينطك ياها من 93، 90 و91 و92 ما ينطك ياهن. هذه تعتبرها فترة إحماء إله، فضروري جدا تنتبهون لهذا الموضوع. يعني إذا أنت عندك مثلا أنت مو بعدين لازم تسوي كاليبريشن وفاليديشن للبرنامج الخاص بيك عن طريق السوات كاب، فأنت مثلا متوفرة عندك البيانات الأوبزرفيت الخاصة بالهيدرولوجيكال ستيشن، متوفرة ضمن مثلا من كذا سنة، بتوفر عندك بس هذه السنوات مثلا فت 4 سنوات فقط. فانت هاي ال4 سنوات مو تبلش من عندنا، حاول البرنامج هنا الوذر يبلش من قبل 3 سنوات من عندنا. يعني خلي افترض هسه انا من يا سنه عندي من 98 منها، تمام؟ خلي افترض انه انا عندي كبيانات هيدرولوجيكال ستيشن من 98 الى لا، يعني لا بس مثلا من عد 98 عند 99 عندي 2000، تمام؟ فالمتوفرات كأوبزرفيت بيانات حقلية فعلية جبتها من مركز الأرصاد الجوية، جبتها من يعني المحطات القائمة هناك للتسجيل للمحطات الهيدرولوجية. فأنا عندي من 98 كمحطات هيدرولوجية، تمام؟ زين، أنا حتى أسوي كاليبريشن وفاليديشن لازم يقابلها بالسيموليشن هالقد، حتى أسوي مقارنة بين هذا وبين هذا. فشنو أسوي؟ المفروض هذا هنا تغير الستارت ديتا، ما يصير يبلش من 93، يبلش منين؟ من 95. ليش؟ لأن هو راح ياخذ له 3 سنوات إحماء، يعني ما مثل عن بالنتائج 95 96 97 يرحل، فراح يبلش لك يحسب لك من 98. لو كانت 98 عندك متوفر بياناتها، مثلا لو تقول له انا اريد ابلش الريزلت مالتي مثلا عندي بريود من 2000، هسه انا شغل راح ابلش فيه من 2000، عندي 2000، فبلشت منين؟ مثلا بلشت 98 99، العفو انا بلشت اصلا من يعني بلشت من 95 انطيت الريزلت بوقتها، فالنتائج اللي طلعت لي من 98، لان اخذ 95 96 97، فطلعت لي من 98. انا بكل الاحوال 98 ما راح اسوي ابلش من كاليبريشن فاليديشن، راح ابلش من 2000، تمام؟ هاي ضروري كلش تنتبهوا لها. اكو شيء بالبرنامج اسمه وير ماب بريود، فتره الاحماء. هاي فتره الاحماء جدا ضروريه، قله جدا ينبهون عليها، انه البرنامج ياكل مثل ما نسميه 3 سنوات مقدما. يعني اذا انت بنطي بيانات وذر ديتا من 98، لا تتوقع انه الريزلت مالتك اللي حتظهر بالسوات اوتبوت هناي حتطلع لك من 98، لا، راح تطلع لك منين؟ راح تطلع لك من بعد 3 سنوات متاخره. لاحظ هسه اضرب لك اني مثلا، اني نتائجي بلشتها من 95، لاحظ هسه راح ابين لك الير، لاحظ الير منين دا يبلش عندي، بلشها من 98، اكل 95 96 97، تمام؟ بلش من 98. لو بسوي الريزلت مثلا من 98 فما راح تشوف الير يطنيها من 98، لان 98 راح ياخذها، و 99 و 2000 راح يطقيها من 2001. فخلي ببالك هاي الفقره كلش ضروريه من تسوي السوات، حتى من البدايه تنتبه لها انت الريزلت اللي عندك شنو، بما تتفاقم البرنامج السياسة مالته او يعني هي المودلنج مالته ياخذ 3 سنوات احماء. لاحظ هسه انت، لاحظ من هنا اذا تقرا يقول لك وقتها انه انت منطي المينيموم ديتا للوذر، انا منطيته من 85، بس انا بوقتها بلشت قلت له اسوي لي سيموليشن من 95، النتائج والريزلت اللي طانيها من 98. فضروري جدا ننتبه الى فقره اسمها فقره انه فتره الاحماء هذه للبرنامج، من تطي سيموليشن ويسوي لك اكستريشن للريزلت
ياخذ 3 سنوات، اول 3 سنوات، السنوات النهائيه ما الاندنج ديتا ما ياخذ من عندها، تطلع لك كامله، لكن الستارتنج ديتا اول 3 سنوات تروح. تمام، هذا ضروري جدا ننتبه له، يسمونها الورمنج ديتا. هاي الفقره انا اعتبرها تنبيهيه ضمن برنامج سوات. اذا عندكم اي سؤال او استفسار ضمن هذه الفقرات تقدرون تراسلونا، ممكن احنا نكون ما منتبهين لها حتى نضيفها لكم كفيديو. نلتقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.